اللي في الصورة دكتور ولاء زايد، أكيد سمعتوا اسمه كتير قبل كده، صاحب أكبر قضية رأي عام في مصر، وعدل ربنا سبحانه وتعالى جاب له حقه وحق ابنه وحق عيلته. والغريب إن المتهمين في القضية كلهم دكاترة ومهندسين. هنتكلم عن القصة الكاملة. 2010 اتخرج دكتور ولاء زايد من كلية الصيدلة جامعة طنطا، وهو بينتمي لعيلة معروف عنها الاحترام والأخلاق من المنوفية. وفي 2013 جات له فرصة عمل حلوة جدا في المملكة العربية السعودية، وهناك اتعرف على بنت مصرية اسمها رماء، وكانت شغالة دكتورة صيدلانية. هي ووالدها اللي شغال دكتور كانوا عايشين في السعودية. دكتور ولاء أعجب بيها وقرر إنه هيتجوزها، وبلغ أهله في مصر إنه أخيرا لقى شريكة حياته. والد الدكتور ولاء وأخته وكل العيلة اتبسطوا جدا بالخبر ده، تحديدا إن دكتور ولاء كان رافض أصلا فكرة الجواز، وكان عندهم إحساس إن دكتورة رماء هتغير له حياته وهيعيش حياة أحسن بكتير. دكتور ولاء كلم دكتور حمدي والد رماء وطلب منه إنه عايز يتجوز بنته، ودكتور حمدي اتبسط بيه جدا لأنه شاب مكافح وشاطر، وغير ده كله شغال دكتور فالمستوى العلمي هيكون متقارب. واتفقوا على كل التفاصيل واستنوا أول أجازة ليهم ينزلوا فيها مصر علشان يعلنوا الخطوبة. ومجرد ما اتخطبوا بدأ دكتور ولاء يدور على شقة تكون موجودة قريبة من عيلة دكتورة رماء اللي عايشة في منطقة حلوان، ولأن دكتور ولاء أصلا من المنوفية فكان عنده شقة موجودة هناك، لكن كان عارف إن مش هينفع يتجوز فيها لأنه من الأفضل إنه يجيب شقة تكون جنب عيلة مراته. ودي كمان كانت نصيحة والدته ليه إن لازم البنت تكون عايشة قرب أهلها. وفعلا اتخطبوا وقعدوا سنتين كاملين في الخطوبة وهم عايشين في السعودية. وخلال فترة الخطوبة كانت بتحصل بينهم خلافات، لكن خلافات بسيطة بتحصل بين أي اتنين مخطوبين. وخلال فترة عمله في السعودية قدر يكون مبلغ مالي كبير، غير إنه دخله شهريا كان كويس جدا. وطبعا دكتورة رماء كانت عارفة المعلومات دي، نزلوا على مصر علشان يتجوزوا، وبعد الجواز رجعوا سافروا على السعودية تاني علشان شغله وشغلها. وأول سنة جواز كانت سنة سيئة جدا على دكتور ولاء زايد، كان بيكلم أخته كل فترة يأكد لها إنه مش مبسوط خالص في الحياة معاها وإن هي بتعامله بإهمال، لكن كان نصيحة والدته وأخته ليه دايما إن أول سنة بيحصل فيها خلافات كتير، فده شيء طبيعي وعادي وممكن يحصل. وفي آخر السنة الأولى ربنا رزقه بطفل جميل اسمه يونس، ويونس ده كان سبب التحول في حياة دكتور ولاء زايد، لأنه قرر أنه هيكمل حياته وأنه يعالج أي مشكلة موجودة علشان خاطر ابنه. لكن بعد مرور سنتين دكتور ولاء ما كانش قادر يكمل الحياة الزوجية، وقرر أنه لازم يطلق دكتورة رماء لأنه مش عارف يعيش معاها خالص. وقعد معاها ووعدها أن كل حقوقها هتوصل لها، وانه مسؤول مسؤولية كاملة عن اي حاجة تخص ابنهم يونس. ولما اهل دكتور ولاء زايد عرفوا ان هو طلق مراته رماء، ضغطوا عليه علشان خاطر ابنه، وطلبوا منه ان هو يرجعها تاني لعصمته، وان الحركة دي ممكن تكون كفيلة انها تأثر او تغير من سلوك دكتورة رماء معاه، وان الامور ترجع احسن من الاول. وبسبب ارتباطه القوي بابن يونس وخوفه على ان ابنه هيتربى بعيد عنه، وافق على انه يرجع تاني لرماء، واحتمال تكون حركة الطلاق اللي حصلت دي تأثر وتعدل من سلوك رماء معاه وتكون الحياة احسن. كانت دكتورة رماء قرار رجوعها بسبب تاني خالص، اولها كان الطمع، لانها عارفة ان حالته المادية كويسة جدا وما كانتش عايزة ان يصرف فلوسه على اي حد تاني غيرها. والنقطة التانية كانت الكبرياء، كان عندها كبرياء انه يتجوز واحدة تانية غيرها، وحست ان ده ممكن يقلل منها، وكان آخر همها ابنها يونس أو جوزها ولاء. وطبعا الإحساس ده كان واصل لدكتور ولاء زايد جدا. بعد ما رجعوا البعض عاشوا تاني في السعودية بشكل طبيعي، وبعد مرور شوية وقت دكتور ولاء حس إن مفيش أي حاجة اتغيرت، وإن تصرفات رماء زي ما هي بالظبط. وهنا قرر دكتور ولاء زايد ان هو هينفصل عنها تماما وبلا رجع. كلم والدها دكتور حمدي وبلغه انه مش قادر يكمل في الجواز، ووالدها طلب منه انه يهدى شوية يمكن الامور تتصلح. لكن من كتر الضغط النفسي اللي كان على دكتور ولاء زايد قرر ان
انه هو هيطلقها ومش هينتظر المهلة اللي والدها قال له عليها. وقعدوا في حالة الطلاق لمدة 3 شهور وخلصت شهور العدة. ودكتور ولاء قرر انه في اجازة العيد هينزل على مصر علشان يحتفل مع عيلته بالعيد. ودكتور ولاء اتفاجئ ان طليقته رماء بتقوله انها عايزة تسافر على المنوفية علشان يونس يزور جده وجدته ويقعد معاهم شوية في العيد. استغرب دكتور ولاء طلبها لكنه وافق وخدها معاه على المنوفية وراحوا على بيت العيلة. ولان عيلة دكتور ولاء كانت طيبة جدا قعدوا يضغطوا عليه ان هم يرجعوا لبعض تاني علشان خاطر يونس يتربى في بيئة متزنة. ولان يونس كان نقطة ضعف دكتور ولاء زايد فوافق على انهم يرجعوا لبعض تاني ولكن بشرط انهم هيرجعوا لبعض تاني لكن بدون ما يحصل بينهم اي تعامل وانه هيتعامل معاها انها والدة ابنه مش اكتر ويبقى التعامل بينهم بسيط جدا. دكتورة ريماء وافقت على الطلب ده بس مش عشان خاطر ابنها عشان خاطر انها اشترت صيدلية في مصر وقررت انها عايزة تستقر في مصر وانها هتشتغل فيها ومش هتسافر تاني على السعودية. ودكتور ولاء من الطبيعي انه بعد اجازة العيد هيرجع يسافر تاني على السعودية فطلب منها انها ترجع معاه فهي رفضت وقالت له انها هتستقر في مصر وهو يسافر السعودية براحته او انه يفضل في مصر ويشتغل عندها في الصيدلية. طبعا دكتور ولاء رفض وقرر انه هيرجع السعودية علشان يكمل شغله لان وضعه ومنصبه هناك كان كبير جدا. وبعد ما سافر السعودية عمل حادثة قوية بالعربية وفضل يتعالج لفترة طويلة. طول الفترة دي مراته ريماء ما فكرتش تروح له زيارة علشان تطمن عليه او تساعده وسابته لوحده هناك. وهنا دكتور ولاء بدأ يحس بالوحدة وان مفيش حد واقف جنبه في المشكلة اللي هو فيها. وبعد ما رجعت صحته تتحسن كلم مراته ريماء في مصر وبلغها انه هيتجوز تاني وهي حست انه مجرد كلام وانه هو بيهددها مش اكتر. في نفس التوقيت دكتور ولاء كلم اهله وطلب منهم ان هم يشوفوا له عروسة مناسبة من بلدهم من المنوفية علشان ينزل مصر اقرب اجازة ويتجوزها. وبعد فترة اهله كلموه في السعودية وبلغوه انهم لقوا له عروسة مناسبة ووافقت على كل ظروفه. نزل دكتور ولاء على مصر في اجازة قصيرة علشان يكتب كتابه على مراته التانية اللي اسمها ريم وانه بعد كتب الكتاب هيرجع يسافر تاني على السعودية وهي هتجيله بعد فترة قصيرة. دكتور ولاء زايد قرر ان هو هيبلغ مراته الاولى دكتورة ريماء بانه اتجوز وانه قاعد في مصر لفترة قليلة وهيرجع يسافر على السعودية تاني وانه محتاج يشوف ابنه يونس ضروري وانها هتفضل مراته ومفيش اي حاجة هتأثر على شكل علاقتهم ببعض ومفيش اي حاجة هتأثر على التزامه اتجاه ابنه يونس. في وسط اللي حاصل ده كله دكتورة ريماء كان اهم حاجة عندها ان هو يروح المدرسة بتاعت ابنه علشان يدفع فلوس المصاريف. كل اهتماماتها كانت مادية. وبعدها روحوا على شقتهم عادي علشان دكتور ولاء يقضي يوم كويس مع ابن يونس ومراته ريماء قبل ما يسافر تاني على السعودية. وكانت المفاجأة تاني يوم الصبح فوجئ دكتور ولاء بان الباب بيخبط عليهم الصبح بدري ولقى مراته قامت وكأنها عارفة ومستنية اللي جايين علشان يلاقي والدها دكتور حمدي واخوها دكتور علي واخوها التاني المهندس محمد واتنين صحابه شغالين مهندسين. ولكن كان واضح ان دكتورة ريماء كانت عارفة ان هم جايين وكان باين عليهم جدا نظرات الانتقام لدرجة ان دكتور ولاء قام بسرعة ودخل اوضة تانية وبعت رسائل واتساب كتيرة لأخته ولجرانه على الجروب بتاع الواتساب بتاع العمارة وقال لهم يلحقوه علشان عنده بلطجية في البيت. وبعت أكتر من رسالة على الواتساب لأخته وناس كتير من معارفه يستنجد بيهم وبعدها تليفونه اتقفل. العيلة دي عملت ايه؟ ربطوا دكتور ولاء ونزلوا عليه ضرب جامد جدا من كل أفراد العيلة. وفي نفس الوقت دكتورة ريماء خدت تليفونه وكلمت مراته التانية ريم وبلغتها ان دكتور ولاء زايد هيطلقها. وبعدها بحاجة بسيطة اكتشفت ريم ان دكتور ولاء زايد بيكلمها وواضح عليه انه تحت التهديد وبلغها انها طالق. وكان معاهم عدد كبير جدا من وصولات الامانة وعقود البيع وخلوه يمضي عليها كلها بالعافية. وكل اللي حصل ده من ضرب واهانة كان قدام
ابن يونس. ولما صوت الضرب بدأ يعلى جامد وصوت صريخ دكتور ولاء بدأ يعلى جامد، بعض الناس من الجيران طلعوا علشان خاطر يطمنوا عليه، ولما خبطوا الباب دكتور حمدي والد رماء فتح لهم الباب وقال لهم انها مشكلة شخصية وعائلية وياريت محدش يتدخل فيها. وفجأة الناس لقوا دكتور ولاء زايد مرمي من البلكونة ونزل على الارض ميت. نقلوه على المستشفى بسرعة في محاولة للإنقاذ، لكن للأسف كان مات خلاص. دكتورة رماء مراته وعيلتها اللي كانت معاها قالوا إن هو انتحر، وإن كان عنده مشاكل نفسية، وهم كانوا قاعدين معاه بيتكلموا عادي، لكن مرة واحدة لقوه قام وجري على البلكونة ورمى نفسه من الدور الخامس. الشرطة قبضت عليهم، وكان الشاهد الأول هو ابنهم يونس اللي قال إنه شاف باباه بيتضرب، وإن واحد صاحب خاله من اللي كانوا موجودين جوه الشقة ساعتها شال والده ورماه من البلكونة. وفضلت التحقيقات لمدة سنة كاملة، لأن الشاهد الوحيد اللي موجود معاهم في الشقة هو الطفل الصغير يونس. وخلال التحقيقات أجهزة الأمن اكتشفت أن والدة الدكتورة رماء كلمتها أثناء التعذيب وطلبت منها أنها تصور دكتور ولاء زايد وهو بيتضرب ويتعذب علشان يذلوه بعد كده لو اتكلم معاهم في أي حاجة. دي الحاجة الوحيدة اللي اعتمد عليها فريق المحامين اللي بيدافعوا عن عيلة رماء ان ما كانش فيه نية للقتل، وان الموضوع كان مجرد ضرب وشوية تعذيب. وتقرير الطب الشرعي اكد ان دكتور ولاء زايد اتعرض لتعذيب شديد قبل الوفاة، والتحقيقات اكدت انه مستبعد تماما فكرة الانتحار، تحديدا انه كان حاجز تذاكر طيران للعودة للسعودية وانه لسه متجوز جديد. الغدر والخيانة في دم رماء من الاول، لان هم اكتشفوا كمان انها كانت بتخون دكتور ولاء زايد، وهو لما عرف طلقها اول مرة بس ما كانش قال لحد غير لوالدته. واخيرا اتحكم عليهم كلهم بالاشغال الشقة لمدة 15 سنة، واثنين من اصدقاء اخوات دكتور رماء اللي كانوا معاها اتحكم عليهم بعشر سنين اشغال شقة. انتقامهم وطمعهم في دكتور ولاء زايد بالشكل ده مش لايق ابدا على الدرجة العلمية اللي هم فيها، فصحيح اللي جواه الغدر والخيانة ما بيفرقش معاه ابدا درجة تعليمه ايه. سلام عليكم.